مرحبا بكم اليوم في مرشي ماما نورة ربي يرحمها. وهذا السوق اليوم حليناه لأننا سابقا حلينا سوق الزواري في وقت الكوفيد، وكانت الوالدة حية في ذلك الوقت. واليوم حبيت هذه المرشي ماما نورة رايح نديروا أول خطوة، يعني النية تاعي هي كانت أنني نخدم هذا المرشي من أجل الوالدين، يعني النية الوالدين إن شاء الله، وكي رجالة مع ربي سبحانه إن شاء الله. وحنا داخلين في شهر رمضان، شهر كريم إن شاء الله، نصوموه بالصحة والهناء إن شاء الله. وراح نعطيكم تفاصيل على مرشي ماما نورة والسلعة، يعني اللي رانا نجيبوا بها الجملة من الجملة، يعني نحطوها هنا تقريبا بسومة الجملة، يعني مانيش نزيدوا في مبلغ كبير ولا إلا 10 دنانير أو 5 دنانير، وهذه 5 دنانير ولا 10 دنانير ماشي فايدة، يعني راح تكون من أجل باش نشريوا لي ساشي تاع الخضرة أو تاع الشاحنة باش ننتقلوا نجيبوا الخضرة، يعني من الجملة من الأسواق تاع الجملة. ربي يبارك فيكم ان شاء الله، وربي يزيدكم، والحمد لله يا رب العالمين. وصحه رمضانكم، والسلعه طايحه رخيصه مليحه، تقدر الناس كل تشري، تقدر الناس كل تاكل، والحمد لله مشينا حوسناها وكل هنا احسن، هنا احسن 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 هنا، الحمد لله يا رب العالمين. مبادره مليحه وكثر خيركم، وربي يزيدكم ان شاء الله. المبادرة هذه اللي قاموا بها يعني حاجة مليحة للمواطنين، يعني حاجة يعني ما شاء الله، وهذه تشجع الناس هكذا كيما نقولوا باه يقوموا بالمثل كيما راهم يقوموا هما بالعمل هذا الخيري. راه الأسعار هنا منخفضة بالنسبة كيما نقولوا ويدي إنسان مقدور، كيما نقولوا عندهم سلعة متوفرة ما شاء الله. نشكرهم على المبادرة هذه، نقول لهم ربي يوفقكم. مجمع زيرتوب يتمنى لكم رمضان كريم. زيرتوب أول قناة إلكترونية في الجزائر.